في حالة ما لم تلبى هذه المطالب، كيف سيكون ردة فعلكم؟ تحل اللجنة. يعني أي مطلب ما يتنفس تحل؟ أي مطلب دوك احنا ما عندناش أي مطلب. نفهم يعني. دوك العمل السياسي لازم الصبر. حل المطالب هو حوالي 5 أو 6. لا إلى حد الآن عندنا 7 مطالب. 7 مطالب. 6 حسمت يعني. طرق صلاح ولا تنحيه هذيك تاع اللي بلوكاج تبع الناس باش تخرج الجزائر العاصمه، المضايقات هذه الامور كما ديست هذه حسمت.